السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم أحمد المعتز بالله الكامل. إن شاء الله في المحاضرة دي هنحاول بقدر الإمكان هنمشي كده سريعا على المعلومات المهمة، ونركز على الأجزاء اللي هتيجي في المقال إن شاء الله، والأجزاء اللي بتيجي في التريس والترو فولس. تمام، نبدأ بسم الله. أول حاجة أنا بتكلم على البرزنتيشن ديزاين، بيقول لك يعني المعلومة بس اللي أنا معلم عليها اللي هنقولها، إنما غير كده هي مجرد قراءة بس. تمام، بيقول لك الويب سايت برزنتيشن عندي بيشمل قسمين، القسم الأولاني البرزنتر والفيور. البرزنتر ده اللي بيعرض، الفيور ده اللي بيشوف. تمام، البرزنتر ده هو اللي هيتشارج الويب سايت بتاعي بالبرزنتيشن ديزاين. تمام، هو اللي هيشحن الويب سايت والبرزنتيشن ديزاين بالصور والحاجات دي. اما الفيور ده الشخص اللي هيفتح الموقع وهيسجل دخول وهيتفرج. تمام، هو لوج اون ذا ويب سايت يوزنج انديفيدوال باسورد تو فيو ذا برزنتيشن، بيستخدم باسورد ويخش الموقع بتاعي عشان يتفرج على الصور ويتفرج على البرزنتيشن بتاعتي. تمام، تمام. البرزنتيشن ديزاين بتعرف اللوك اند اكستنت تو ذا ستراكشر اوف هاو مالتي ميديا كونتنت ار بريزنتد. يبقى البرزنتيشن ديزاين دي هي اللي بتعرض ازاي ازاي الاستراكشر بتاعي بيتم عرضه، المالتي ميديا والكونتنت والحاجات دي كلها ازاي بتتعرض قدام اليوزر. تمام، ده اسمها البرزنتيشن ديزاين. تمام، التولز افيلابل تو كريت ويب ابلكيشن كان بي جروبد انتو تو كاتيجوريز. بيقول لك التولز المستخدمه علشان تنشئ بيها ويب ابلكيشن بينقسم لقسمين. القسمين دول يعني عملناهم بناء على حاجه معينه، ايه هي؟ ازاي بيدعموا البرزنتيشن ديزاين. تمام، عشان ده بيختلف عن ده. اول نوع اسمه كونفنشنال بيج اديتور، وتاني نوع اسمه كونتنت مانجمنت سيستم اللي هو سي ام اس. تمام، ده بيقول لك مور ادفانسد، يبقى معناه ان ده قديم. طب القديم ده يبقى اكيد مميزاته ان هو سيمبل، يعني حاجه قديمه اكيد ان هي سيمبل. تمام، واكيد ان هي بتدعم ايه؟ سوفت وير ستاندرد اللي هو النظام القديم. تمام، فالمهم ده عندك دريم ويفر وفرونت بيج، لكن مور ادفانسد بقى اللي هو كونتنت مانجمنت سيستم زي الووردبريس والجمله وجمله ودروبل. تمام، هنعرف دلوقتي مميزات ده وعيوبه ومميزات ده وعيوبه. لكن قبل ما نبدا عايزك تعرف ان الكونفنشنال ده بما انه هو القديم يبقى سامبل واكيد بيدعم سوفت وير ستاندرد اللي هي الحاجات القديمه. تمام، ونشوف بقى العيوب بتاعته ان هو اتش تي ام ال وحاجات زي كده. تعال نشوفها هنا. مميزات اللي بيتكلم معاها كونفنشنال بيج اديتور، تمام، اسمه كونفنشنال خليك فاكر، ار جنرالي يوزد تو كريت سمولر، يبقى حاجات تصنع حاجات بسيطه، يبقى سمولر اد هوك. عشان لو سالك ايه هو هتقول له ان هو بيستخدم عشان انشاء كريت سمولر اد هوك انترنت بريزنسز. تمام، او تكتب كريت سمولر اد هوك. ماشي، المميزات بتاعته قلنا ان هو مشابه ل سيميلر تو ستاندرد سوفت وير. تمام، ويتش ليت يوزر work in a familiar environment، بيقول لك بيسمح لليوزر ان هو يشتغل في بيئه يعني معتاده وتقليديه وفاميليار يعني. تمام، وبيسمح له ان هو directly format content ان هو يعرف يعدل مباشره. مكان المميزات عندي بتاع conventional ان هو بيستخدم في انشاء smaller ad hoc internet presences، ومميزاته بقى ان هو similar to standard software، وليه؟ لان هو which let user work in familiar environment. كنت بفزح هنا بس. تمام، عشان لو سألك الميزات بتاعته هتقول له similar to standard software which let the user work in familiar environment. عيوبه بقى ان هو محتاج HTML، يعني معرفه بال HTML لازم تبقى مهمه جدا. تمام، يبقى HTML knowledge is necessary. وبعد كده developer work on page level، يعني ال developer دول بيبقوا ماسكين صفحه واحده كده شغالين فيها، فده معناه ان الصفحات التانيه او الرؤيه الكليه للموقع ممكن تسقط منه. يبقى which means you can easily lose the bigger conceptual picture. تمام، تحفظهم ازاي؟ تحفظ اول واحده HTML knowledge is necessary و developer work on one page on page level. عايز بقى اكمل دي؟ كملها، ما كملتهاش عادي. تمام، المهم تالت حاجه لي اوت ونافيجيشن وانتراكشن ميكسد مع بعض. يبقى لي اوت ونافيجيشن وانتراكشن ميكسد مع بعض. بص انا كاتبهم لك ازاي؟ كاتب لك اهو developer HTML ميكسد. بس كده احنا حفظنا العيوب. طب المميزات قلنا ليها similar to standard software which let user which let user which let user work in familiar environment. تمام، قلنا العيوب بتاعته، ثانيه واحده، اللي بتاعته developer HTML mixed. معناه ايه الكلام ده؟ developer احنا قلنا developer worked on page level. تمام، طب HTML قلنا HTML knowledge is necessary. طب mixed يبقى layout و navigation و تلات حاجات interaction are mixed. تمام، كده حفظنا مميزات والعيوب بتلات كلمات دول. تمام، زي الفل. تعال نكمل. دخل عليك النوع التاني، طبعا خلصنا الاول اللي هو اسمه conventional. نخش بقى النوع التاني اللي هو اسمه content management system. طبعا عرفنا ان ده more advanced. تمام، ليه more advanced؟ هو خلاص قال لك ان ده احدث منه مور ادفانسد، وبيساعد اليوزر ان هم ينشئوا ويديروا ويعدلوا على الكونتنت في الويب سايت بتاعهم. تمام، يبقى هيلب يوزر تو كريت اند مانج اند موديفاي كونتنت اون ويب سايت. تمام، زي الفل. بيقول لك بيسمح لاي شخص سواء عنده خلفيه تكنيكال او لا. تمام، يعني لو انت ما عندكش خلفيه حتى خلفيه خالص ان انت تعرف تظبط الكونتنت بتاعك وبتعمل حاجات وتضيف حاجات وحاجات زي كده والدنيا تبقى سهله معاك زي الفل. ده كونتنت مانجمنت سيستم. تعال نشوف بقى مميزاته وعيوبه. دي اول حاجه الامثله بتاعت ووردبريس وجمله ودروبال. تمام، ووردبريس ده اول واحد فيهم اللي هو ابسط واحد فيهم. تمام، او اسهل واحد فيهم او اشهر واحد فيهم. تمام، عشان بس الحاجات دي كلها اسالك مثلا من اول واحد فيهم تقول ووردبريس.
تمام. لكن اعقد واحد فيهم بقى اخر واحده اللي هو دروبل ده، تمام زي الفل. الورد بريس بيقول لك بعدين بقى ان هو ب 30% بيستخدموه مش عارف ايه، بيقول لك نوت اونلي مانجينج ويب سايت بات اولسو كريتنج بروفيشنال اند انجيجينج ويب بيج. بيقول لك مش معناه بس ان هو ممكن تدير بيه ويب سايت، لا ده انت ممكن كمان تنشئ بتعمل بيه ويب سايت بروفيشنال وبتعرف تعمل له اداره وحاجات زي كده، تمام. جمله بيقول لك ده سكند موست يوزد سي ام اس اس، ما الكلام ده بيقول لك ده تاني اشهر واحد بيستخدم بعد الورد بريس، يعني الورد بريس اشهر واحد بيتم استخدامه، لكن بعدين مين؟ الجمله ده، تمام. بعد كده ضرب ده بيقول لك بيعرض عندي بينفيت بتاع النورمال كونتنت مانجمنت سيستم، تمام. ده بيقول لك اعقد واحد كومبلكس زي الورد بريس اور جمله بقى اعقد من الاثنين دول. بيقول لك ليه بقى؟ لان ده اللي عامله الديفلوبر، عاملين مين؟ الديفلوبر برضه زيهم، يبقى ده اللي عامله الديفلوبر للديفلوبر، تمام. عشان بس صوتكم واضح كده هنكمل. بعد كده دخل الميزات بتاعته والعيوب. قال لك المميزات اول حاجه عندي اليوزر فريندلي فيتشر، وبعد كده انستنت كونتنت ابديت، وكويك ايزي كونتنت انتجريشن. سيبك من الكلام ده كله، ده انا عارف احفظها دلوقتي. وسكالابيلتي، تمام. دلوقتي انا عايز اعرفك معناهم ايه. اول حاجه الفيتشر اللي هي الميزات او الميزات ميزات سهله الاستخدام، ماشي خليك حافظها. ميزات يوزر فريندلي فيتشر اللي هي ميزات كده تعرف تستخدمها، اليوزر يعرف يستخدمها. تاني حاجه دي اللي هي التحديثات المستمره، انستنت كونتنت ابديت اللي هي تحديثات مستمره، تحديثات مستمره. تالت حاجه سرعه وسهوله تكامل المحتوى، ماشي. لان ده بيقول لك بيعتمد على داتا بيز، وان انت تعرف بقى تستخدمها بسهوله معاك، ماشي. الاسكالابيلتي اللي هو التوسع احنا عارفينها، طب هتحفظهم ازاي؟ بص معايا كده، سرعه تحديث الميزات المتوسعه، سرعه تحديث الميزات المتوسعه. سرعه اللي هي اخذناها فين؟ اللي هي اخذنا كويك اند ايزي كونتنت انتجريشن، تمام. التحديثات قلنا انستنت، انستنت كونتنت ابديتس. طب الميزات قلنا يوزر فريندلي فيتشر، تمام. طب قلنا المتوسعه اللي هي اسكابيليتي، اسكابيليتي تمام، سرعه التحديثات ميزات متوسعه. دي كده الميزات بتاعته. تعال نشوف معناهم ايه او اجمل اللي جواها، تمام. بيقول لك ده سي ام اس اس يوزر فريندلي بروجرام ذات انيبل اني ابروفد تيم ممبر. بيقول لك بيسمح لاي حد في التيم عندي، اي عضو في التيم عندي، ان هو يشير حتى لو عنده خبره قليله، ان هو يعرف يرفع نصوص وصور عندي في الفايل ويعدل عليها اونلاين، تمام. طب التحديثات المستمره دي بيقول لك دي بتسمح لليوزر عندي ان هم يعرفوا يتحكموا ويديروا والاستراكشر بتاع الاستراكشر زير كونتنت الريل تايم في الوقت الحالي، اللي هو التحديث بتاعهم اللي بيعملوه دلوقتي بيظهر حاليا، ماشي. فده كده التحديثات اللي هي المستمره او التحديثات الحاليه، تمام. بعد كده كويك ايزي كونتنت انتجريشن، ده معناه ايه؟ اللي هو التكامل السريع والسهل بين في الكونتنت في المحتوى بتاعي. ليه؟ بيقول لك ان الواتش سي ام اس انفورميشن، بيقول لك بما ان المعلومات عندي ما بتبقاش ظاهره في فين، مش مكتوب في كود، فده معناه ان احنا بنستخدم داتا بيز. بيقول لك دي بقى سهوله سهله ان انا اعمل لها مينتين ببساطه، مين اللي هم اللي عندهم اللي هو المالكين للحاجات دي، ماشي. فدي سهوله ان التكامل. احنا عرفنا اول حاجه اللي هو يوزر فريندلي فيتشر، وتاني حاجه انستنت كونتنت ابديتس، وتالت حاجه كويك اند ايزي كونتنت انتجريشن، اخر حاجه اللي هي سكيلابيلتي مع التوسع، معناها ايه؟ بنضيف صفحات جديده وحاجات جديده وده ما بيأثرش عندي على الحاجات اللي عندي. يعني بيقول لك ادينج نيو ويب بيجز اور اولسو سيمز، بضيف عندي بيج جديده وسيمز جديده وصور وازرار وحاجات زي كده، وده زي الفل معايا، تمام. كده الميزات بتاعتنا قلناهم ايه هم تاني؟ سرعه تحديثات الميزات المتوسعه. سرعه يبقى السرعه يبقى اللي هي سبيد، سبيد اللي هي سبيد او كويك، يعني كويك كويك اند ايزي كونتنت كونتنت انتجريشن، تمام. طب التحديثات اللي هي انستنت ابديتس او انستنت كونتنت ابديتس، ماشي. الميزات قلنا يوزر فريندلي فيتشر متوسعه اللي هي سكيلابيلتي. طب ايه بقى عيوبه بقى؟ ندخل العيوب بتاعته اللي هو اول حاجه سلو لودنج سبيد اوف ويب سايت، معايا الكلام ده؟ اللي هو بيقول لك بطء السرعه بتاعه الويب سايت نفسه، الويب سايت نفسه يعني احنا عارفين ان التحميلات بتبقى مباشره في نفس الوقت، لكن بيقول لك البطء بقى بتاع التحميل، ماشي، اللي هو اللودنج عندي بطيء، تمام. طب تاني حاجه اسمها سيرش انجن اوبتمايزيشن فيتشر ار ليميتد، الميزات اللي عندي محدوده، يعني الميزات اللي عندي محدوده، فانا عشان كده هضطر اشتري حاجات بفلوس، ماشي. Are limited and may require further pages and difficult for dynamic page. عشان تختار بقى dynamic page مضطر انت تدفع فلوس، ماشي. عشان كده search engine optimization are limited and may require further pages. انت ممكن بقى تحفظها ازاي؟ اللي هي search تكتب مثلا SEO على طول اختصار كده، feature are limited and may require مثلا to be مثلا، ماشي. بعد كده اخر حاجه اللي هي expensive design and plug ins، معنى الكلام ده؟ بيقول لك ان هي فيها حاجات غاليه عشان تضطر تشتريها، expensive design and plug in for the addition of certain special feature، عشان تختار special feature بقى بطريقة الشري، طبعا هتشتري بقى حاجات غالية. تعال نشوف بقى العيوب عندنا. بقولك العيوب هنا بطيء ومحدود وغالي. بطيء لو قلنا ايه؟ اللي هو slow loading، ماشي slow loading،
طب محدود، قلنا الفيتشر اللي عندي محدوده، الفيتشر ليميتد او سيرش اللي هو اس اي او ار ليميتد اند مي بي ريكوايرد تو باي مثلا. طب غالي، قلنا اللي عندي السبيشال فيتشر ار اكسبنسيف، ماشي زي الفل. طب الحاجات دي كلها موجوده عندي هنا اهي، ماشي. احنا ما حدش يقول احنا مكرمه، خلاص اهو دي موجوده في المحاضره اللي هي بتاع الدكتور بتاع المقالي، تعالوا نجي لهم اهو. قال لك هنا ديسكرايب تول افيلابل كريت ويب ابلكيشن باي هاو زي سبورت ذا برزنتيشن ديزاين اند منشن ادفانتشز اند ديزادفانتشز. اول ما يقول لك حاجات وتعرف ان ميزات وعيوب، تبقى تعرف هتنتشر على مين، على الكونفنشال بيج وسي ام اس اللي هو اللي ايه كونتنت مانجمنت سيستم. تمام. الكونفنشنال اتفقنا ان الميزات بتاعته ايه، ان هو بما انه بقى بيشرح الحاجات البسيطه والحاجات السهله، فاحنا قلنا ان هو بيستخدم في انشاء المشاريع اللي هي سيميلر تو ستاندرد سوفت وير، وقلنا ان هو بيستخدم في الحاجات اللي هي البسيطه اللي هي الاد هوك عشان الغرف الاختياري. تمام. يبقى انت قلنا هتقول له الميجر بتاعته سيميلر تو ستاندرد سوفت وير بس كده. طب العيوب بتاعته، قلنا اللي هي اتش تي ام ال، معرفه اتش تي ام ال ضروريه، وقلنا الديفلوبر عندي بيشتغلوا على صفحه اون ليفل بيج على مستوى صفحه، عشان كده ممكن يتوه في الـ عن الكونسبشوال كاتشر. تمام زي الفل. ممكن ما تكتبش بقيه الجمله دي، مثلا تكتب على طول ديفلوبر ورك اون بيج ليفل. تمام. طب تالت حاجه قلنا التكامل عندي او الميكس اللي عندي بين مين ومين، بين اللي اوت ونافيجيشن وانتر اكشن ار ميكس. تمام زي الفل. بعد كده تقول له كونتنت مانجمنت سيستم اللي هي سي ام اس، ده سوفت وير هيلب يوزر تو كريت اند مانج اند موديفاي الكونتنت اون الويب سايت بتاعهم. تمام. الميزات بتاعته ايه هي؟ قلنا تعالى نرجع تاني للمميزات. سرعه تحديثات الميزات متوسعه، سرعه تحديثات الميزات متوسعة. تمام. هنا دي الميزات وهنا التحديثات، وهنا دي السرعة ودي المتوسعة. يبقى تعالى نبدأ هنا السرعة، يبقى quick and easy content integration. تمام. سرعة تحديثات اللي هي instant content updates. الميزات user friendly features متوسعة اللي هي scalability. عايز يا باشا تكتب المكان، تكتب اكتب ماشي، تكتب هنا الفيتشر enable any approved team member to upload text and image or اضافه فايلز اونلاين، اضافه فايلز اونلاين. تمام. بعد كده اللي هي التحديثات، قلنا ان احنا تعرف تكنترول ومانج والاستراكشر بتاع الزير كونسبت في الريل تايم، ماشي زي الفل. طب قلنا السرعه بتاعه التكامل دي، قلنا ان عندنا اسمه ايه، قلنا عندنا الداتابيز ممكن تستخدمها بسهوله عن طريق مين، سيرفرز يوزر. تمام. طب سكابيتي توسع، قلنا بتضيف صفحات جديده وسينز جديده وصور وازرار جديده اور سبيد اوت، ماشي ممكن تحذفها. تمام. قلنا العيوب بتاعته عندنا ايه، اللي هو الاسلوب بطيء وغالي، بطيء وغالي تاني ومحدود، ماشي بطيء بس لو لودنج، ماشي. طب المحدود يبقى اس اي او ار ليميتد اند مي بي ريكوايرد تو باي مثلا. تمام ماشي زي الفل. طب بعد كده قلنا اكسبنسيف ديزاين اند بلوج ان فور سبيشال فيتشر، ماشي هاي فاكر دي. تمام. تعال نكمل هنا، ماشي اهي. بكلام عن كده انتراكتيف ديزاين، بلاك انتراكتيف ويب ديزاين از ديزاين فور ويب سايت، ماشي كل ده نظري ممكن تقراه. تمام. ما تخش بيسال فيه. بعد كده انتراكشن ديزاين بقول لك بيز اتنشن تو 5 ديمنشن، خمس اتجاهات. لو سالك كام دايمنشن تقول له 5. طب كام سيكشن؟ 4. طب ايه الاتجاهات بتاعتي؟ الدايمنشن بتاعتي عندك الوورد الكلمات والايمج الصور والسبيس اللي هي المساحه والتايم اللي هو الوقت والبيهيفير اللي هو التصرف. انتجريشن انتراكشن ديزاين عندي 5 ديمنشن، ووردز ايمج سبيس تايم بيهيفير. تمام. انتراكشن ديزاين كونسيرن ويز انترسكشن اوف فيجوال دايناميك فانكشنال اند تكنيكال اليمنت اوف ويب ابلكيشن. تمام. هو بتعمل الحاجات دي كلها. فور سيكشن عندي مين هم؟ يوزر انتراكشن ويوزر انترفيس اورجانيزيشن، طبعا انا هقول كل واحد منهم بالتفصيل دلوقتي، ويوزر انترفيس اورجانيزيشن ونافيجيشن، وبعد كده يوزر اكتيفيتيز. تعال نبدا باليوزر انتراكشن. ده يعني ايه؟ بيقول لك يعني ان احنا بنحول الفيوز اللي بتظهر قدام اليوزر لكود اتش تي ام ال، ماشي انتو اتش تي ام ال. ان اديشن تو انفورميشن ترانسبورت لي اوت يوزر انتراكشن نافيجيشن بروسيس مش عارف ايه اند دايركت اكسس ديجيتال كونتنت. قال لك ديجيتال كونتنت بتعرف تبع يوزر انتراكشن، او تحويل الفيوز بتاع اليوزر لكود اتش تي ام ال يبقى دي يوزر انتراكشن. تمام. كل حاجه خاصه باليوزر ايه زي الفل. هنكمل الانتراكشن بقى ديزاين، بيقول لك دي يوزر انترفيس بقى اورجانيزيشن هي تاني واحده. بقول لك ده يعني برزنتيشن ديزاين ثرو ديفرنت ابروتش، اتجاهات مختلفه. ثلاث اتجاهات ايه هم؟ بقول لك الانتاير نود سند تو ذا يوزر از اتش تي ام ال، الانتاير نود بتبعت لليوزر كانها كود اتش تي ام ال. الاتش تي ام ال بقى بيحتوي عليه انكلود ايزر سكريبت، ماشي الاتش تي ام ال دي بتحتوي على سكريبت. طب الثانيه لا، بقول لك ما بتحتويش على سكريبت، او ايزر نود سند to the user as one large HTML page without script. تمام. دي تاني واحدة. تالت واحدة partial view to the node. هتقولي ليه ما بتقراش كل ده ومش عارف ايه؟ لان ده مش موجود في المقالة، فان شاء الله مش هيجيلك تسمعهم كده، انت بس خد عنهم معلومة. تمام. يبقى اول واحدة entire node بتبات كأنها كل HTML بتشمل عندي ال either script. طب التانية لا تشمل ال script. تالت واحدة دي partial view بقى، مش كلية، مش نظرة كلية، لا ده نظرة جزئية. تمام زي الفل. بعد كده بدخل على النافيجيشن ديزاين. قال لك النافيجيشن ديزاين اللي هو بقى التنقل، فاحنا عارفين التنقل بيبقى عباره عنكم عن لينك، فاللينك عندي بيبقى عباره زي كده. انت كتبت كود اتش تي ام ال قبل كده في المعمل
في اللاب وفي السكشن وشفت الحاجات دي. المهم الكود بقى ايه مثلا؟ اتش ريف، بعد كده تكتب الكود بتاعك، وبعد كده تكتب التسميه اللي انت عايزها تظهر لليوزر، وبعد كده تقفل عندك الحرف الايه ده. تمام زي الفل. طب الكلمه دي اللي ظهرت، الكلمه دي بتظهر قدام اليوزر، لان اللينك ده فعليا هو اللي بقى جوه. يعني مثلا بيدوس على كلمه دي كده بيحولك على اللينك ده، بينقلك على طول. تمام، فالكلمه دي اسمها انشور. تمام، انشور ايه؟ تمام زي الفل. تعال كمان بقول لك ديزاين لينك برزنتيشن عندي ورقه عن انشور اهو، ار فيزبل كورسبوندنج في يو ار ال. طبعا جمع ذا تكست اوف انشور شود ايديالي باي سيلف اكسبلاناتوري، ان اديشن ايكونز كان بي يوزد انسايد انشور تو فيجن. اه بقول لك احنا ممكن نستخدم ايكونز ازاي؟ هتقول لي مثلا يعني لما تدخل مثلا اي قناه ولا حاجه نزلت تحت خالص، بيقول لك مثلا كده صوره الانستجرام، نضغط عليها حاجه في انستجرام، ما ده كانها كلمه انستجرام مكتوبه، بس احنا عاملين ايكون تظهر مكان الكلمه دي. يعني كلمه ممكن تبقى مكتوبه كانها ايكون، كانها صوره، كانها بعد كده مثلا ايموجي، كان اي حاجه تضغط عليه هيحولك على طول على اللينك ده. تمام، ده بالنسبه للريبريزنتيشن اللي هو العرض قدام الناس. لكن فعليا في الداخل لا، انت بتكتب يو ار ال. ماشي، طبعا اليو ار ال ده احنا محضر الفيديو بالتفصيل قبل اللي فاتت. نافيجيشن بروسيس ار تيجرد باي اكتيفيتنج انشور ان يوزر انترفيس، انشور ريبريزنت لينك بالناس عندي اللينك بتاع يو ار ال، سبيسيفاي ديستنيشن اند نافيجيشن بروسيس شود ليد تو. تمام زي الفل. بعد كده الاكشن زي ما بيتكلم على configuration management. configuration management بيقول لك is manage the technical description of a system and manage all changes during the evolution of the system. يعني configuration management دي اداره كل حاجه، بتدي لي technical description وبيدي لي عندي كميه تغييرات وكل حاجه. ماشي، configuration management is used to manage complex system. يبقى configuration management بيستخدم عشان ماله؟ عشان يدير الانظمه المعقده. ماشي زي الفل. اليوزر انترفيس بيتكلم عن الويب ابلكيشن. يوزر انترفيس بيقول لك اوفن هاز تو ريبريزنت ا لارج اماونت اوف انفورميشن، ممكن تعرض لي شوف كميه بيانات كبيره على الاخر اهي لازم تعرضها. ديزاين بروس ماست بالانس، بيقول لك انا لازم يبقى متوازن عندي بين التكنيكال فانكشناليتي والفيجوال اليمنت، يبقى في توازن عندي بين الفانكشناليتي بتاع التكنيكال والفيجوال اليمنت. ان اوردر تو كريت سيستم ذات از نوت اونلي اوبريشنال بات اولسو يوزابل اند ادابتبل تو تشينج يوزر نيد. انا بقول لك مش يعني انا بعمله علشان انشئ بيه سيستم، مش بس مجرد ان اليوزر يشتغل عليه ويعمل عليه عمليات، لا عشان يعرف يستخدمه ويعرف يظبط ويعرف يغير على حسب احتياجاته. تمام زي الفل. بروسيس اوف يوزر انترفيس ذير ار سيفرال فيزز اند بروسيس ان ذا يوزر انترفيس ديزاين، سام ويتش ار مور ديماندد ان ذا اذر ديبيندينج اون ذا بروجكت. عندي بقى في بعض الفيزز كده، بقول لك في بعض الفيزز في البروسيس في العمليات اليوزر انترفيس ديزاين، في اليوزر انترفيس ديزاين يعني احنا شغالين في اليوزر انترفيس ديزاين. ماشي، بقول لك ايه زي العمليات دي اللي بنستخدمها في المشاريع بتاعتنا. عندك فانكشناليتي ريكويرمنت، وعندك يوزر اناليسيز انفورميشن اركتكتشر والبروتوتايبنج. ركز في البروتوتايبنج دي، انا مميزها كلمه اسمها كلمه بيبر، بقول لك من دلوقتي عشان هتجيلك في اختياري قدام شويه. بيبر اولهم حرف بي زي بعض بيبر. ماشي، واليوزابيلتي، وخليك اليوزابيلتي دي اقول لك من افضل واحده فيهم تقول اليوزابيلتي. ماشي، خليك فاكر انا بسمعك بدري اهو. وبعد كده جرافيكال انترفيس ديزاين اللي هي جي يو اي. ماشي، اللي هي جي يو اي، بعد بسمعك كل حاجه بدري قبل ما نجيله. تعال نكمل كده. اول حاجه كلمه فانكشناليتي، الفانكشناليتي ريكويرمنت اللي هي المتطلبات بتاع الفانكشن. انت بقى محتاج تعرف كل حاجه، ايه اليوزر عايزه واللي مش عايزه والحاجات دي كلها. اسمبلنج ليست، بتكتب الليست عندك كده من الفانكشنات المطلوبه في السيستم. ريكويرمنت كومبليش، تحقق الجول بتاع المشروع ده هدف منه. اندرستاند بوتنشال نيد فور ذا يوزر، بتشوف ايه اللي محتاجه عشان تعمله في اي فانكشناليتي ريكويرمنت. تمام، تاني حاجه اليوزر اناليسيس، انت بقى بتحلل اليوزر ازاي، بتجيب بقى يوزر فعلي كده اللي هيستخدم البرنامج ده وتشوف هو عايز الدنيا تمشي ازاي او هيستخدم الدنيا ازاي. هو بيشوف لك ايه، بيقول لك بتحلل البوتنشال يوزر في السيستم، مستخدم افتراضي كده للسيستم بتاعك. او ممكن تعمل ايه، او تجيب ناس هو وركز ويز يوزر، ناس اتعاملوا مع اشخاص مستخدمين قبل كده الحاجات دي، او تجيب انت المستخدمين فعليا. المهم انت تحلل وجهه نظرهم نظرهم كده وتشوف الدنيا بتاعتك تمشي ازاي عشان تعمل الدنيا. طب دي الاسئله اللي هتعرضها عليهم، طب مش محتاج تحفظها، ممكن تقراها مع نفسك. تمام، اليوزر انترفيس ثاني حاجه انفورميشن اركتكتشر، بروجكت ديفلوبمنت اوف بروسيس اند او اور انفورميشن فلو ذا سيستم، اللي هو الحيط بقى النظام هيمشي ازاي وايه اللي هيحصل والهيراركي بتاعتي واللي هيحصل اول وايه هيحصل بعد الدنيا كل ده. تمام، دي بالنسبه للانفورميشن اركتكتشر. طب رابع حاجه البروتوتايب، تفهم البروتوتايب بيبر. ماشي، هاي فكر ديفلوبمنت اوف واير فريمز ايذر ان ذا فورم اوف بيبر بيبر بروتوتايب اور سمبل انتراكتيف سكرين. ده بيقول لك في هيئه، بتعمل في هيئه بيبر كده، انت بتعمل المشروع بتاعك في هيئه بيبر كده. يعني هو بص انت لسه ما عملتوش على البرنامج ولا عملت فيه اي تفاعل ولا اي حاجه، انت مجرد صوره. يعني بص بيقول لك ايه، بيقول لك هنا ستريبد اوف اول، يعني بيتم تجاهل اللوك والفيل، اللي هو ايه اللي هو زي اللي هو زي لك مثلا زي زي العرض والمثلا اللي هو التشغيل مثلا، يعني بيتم اهمالهم. يعني خليك فاكر ان في البروتوتايب ما فيش حاجه اسمها لوكو فيل. ماشي، لوكو فيل مش موجوده. ماشي، بقولك ليه، لان انت بتركز بس على الانترفيس على العرض بس، انما ما فيش تفاعل ولا اي حاجه. يبقى هنا ما فيش لوكو فيل، وهنا بس البروتوتايب فيها كلمتين بيبر. خليك فاكر من بيبر، يبقى بيبر ونوت، خليك فاكر نوت
لوك اند فيل، لان لوك اند فيل دي موجوده في حته تانية بقى معتمد عليها، يبقى نوت لوك اند فيل ماشي، دي حرف الاو ماشي زي الفل، بكتبها لك اهي عشان ما تنساهاش، اكتبها عندك برضه فرق. نكمل اليوزر انترفيس، في بنتكلم دلوقتي على اليوزابيلتي. اليوزابيلتي دي بقى اشهر واحده، تيستنج ذا بروتوتايب اون اكشوال يوزر اوفن يوزنج تكنيك وير ار اسك ذا يوزر توك اباوت زير سود ديورينج ذا اكسبيرينس، يبقى بتاخد الخبرات والحاجات زي كل دي تمام، لو بقى الاختبار بتاع الاستخدام. بعد كده الجرافيكال، الجرافيكال بقى هو اتفقت معاك ان هو لوك وفيل ماشي، ده فعليا لوك وفيل، بيعتمد عليه على البروتوتايب اللي هدفه ذا فايندنج ديفلوب ديورينج ذا يوزابيلتي تيستنج اند كوميونيكيشن ويز يوزر تمام. كان الجي اي بيعتمد على اللوك والفيل، لكن البروتوتايب احنا قلنا ملوش دعوه باللوك والفيل، لكن دعوه بايه؟ البيبر. بعد كده على الويب ماتريسيز، ويب ماتريسيز ار فاريتي اوف ميجرمنت، بيقول لك دي عباره عندي عن مقياسات، عن مقاييس مختلفه كده بيتم استخدامها علشان تقيس بيها الجوده بتاعه الموقع بتاعك والاداء بتاعه والدنيا بتاعته والاحصائيه بتاعته تمام. بتركز عليه الماتريسيز دي، بتركز عندي على الموقع ده بيعمل ارتباك لليوزر اكتر من السهوله ولا لا، يعني بيركز على الارتباك اكتر اللي هو بيشوف ايه الوحش فيه، يعني المقاييس دي بتشوف لي ايه الوحش فيه، بيسيب الحلو لا الحلو ده على جنب لا هنشوف الوحش دلوقتي ماشي. كونفيوز راذر ذان هيلب ذا بارتيسيبيشنرز انترستد ان يوزنج ذم، اللي بيركز على اليوزر ليه بيبقى معقدين او كارهين البرنامج بتاعك اكتر ما هم البرنامج بتاعهم بيساعدهم ازاي ماشي. ويب سايت ماتريسيز مي ساوند كومبليكيتد، ممكن تبقى زي معقده، ممكن تبقى ان هي معقده لكن هي فعليا مفيده جدا ماشي. ايه بقى الويب ماتريسيز؟ عندك الفيزيتور ترافيك، وده اكتر واحده خلي فاكر ان دي اشهر واحده، موست دي اشهر واحده ماشي، عشان يجيلك سؤال بعد كده تمام. بعد كده ترافيك سورس، ترافيك سورس ده ترافيك سورس هو المصدر، انت اليوزر جاي لك منين ماشي. طب بعد كده توب فيود بيج اللي هو انت التوب فيو ده اللي هو جايب اعلى فيوز عندك ماشي. بعد كده باونس ريت اللي هو معدل مثلا، بص يا المفروض معناها بالحرف في معدل الارتداد، لكن انا عايزك تحفظها زي معدل الذهاب، انا دخلت الموقع بتاعك وسيبته ومشيت ده المعدل، انا بقى مشيت بعد قد ايه عايز اعرفها. وطبعا كل ما المعدل بتاعي قل فده معناه ان الاستخدام بتاعي يزيد، ليه؟ لان انا معدل الذهاب انا ما سبتش الموقع بتاعك، انا دخلت وسبت وشغال عليه وما قفلتوش، ما سبتوش ومشيت، لا انا شغال عليه، كل ما المعدل بتاعي الذهاب ده قل عندي فده معناه ان الموقع بتاعي شغال حلو. خليك فاكر الكلمه دي قوي هنجي لها دلوقتي. بعد كده في حاجه اسمها كونفرجن ريت ماشي وكواليتي، دي انا بنجي دلوقتي ماشي. تعالى نشوف الاول الفيزيتور ترافيك، بيقول لك موست كومن ويب سايت ماتريسيز ماشي، از امبورتنت تو نو هاو ميني بيبل ار فيزيتنج ذا ويب سايت ماشي. ترافيك نمبر ار جود انديكيشن، دي مهمه قوي 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 تمام. هعمل لك بالاحمر اهو، ثانيه واحده هعمل بالاحمر اهي عشان ما حدش ينساها. جود انديكيشن، ايه الجود انديكيشن بتاعتي؟ الفيزيتور ترافيك اهي، يا رب اكتبها عندك كده، بص اكتبها في الصفحه عندك فوق خالص ماشي. تعالى نكمل بعد كده ترافيك سورس اللي هو المصدر بتاع الزيارة عندي، just like you want to track how many visitors you are getting you will also want to track where they are coming from، هما جايين منين وايه اللي جابهم عندي عشان اشغل الحتة دي كويس ماشي. to view the page if you are operating لو انت شغال على بلوج، طبعا البلوج دي اللي مدونات ماشي، فانت محتاج تشوف ايه اللي محتاج اللي جاب اعلى معدل المشاهده وكده. most page viewed is important، ايه اهم واحده عشان الناس جايبه مشاهدتها عشان ابقى اركز عليها. طب الباونس ريت اللي هو معدل الارتداد، باونس ريت ريفيرز تو هاو ميني بيبل كليك يور ويب سايت، دخل الموقع بتاعك وبعدين قفلوه على طول بعد وقت قصير، بعد وقت قصير تمام. ده بقى بيسبب مشكله، فانت لازم تشوف المشكله دي حلها ايه وتحل الدنيا دي ماشي. بقول لك بسبب لو انا عندي الباونس ريت دي قلت، الباونس اهي بص اكتبها لك ازاي، الباونس ريت اهي قلت ماشي جو داون، يعني معناها ان انا عندي فايندنج يور ويب سايت هيلب فول، يعني الويب سايت بتاعي ايه زي الفل شغال زي الفل اهو هيلب فول. ليه؟ لان كده معدل الذهاب، هم معدل الذهاب قل، الناس دخلوا الموقع بتاعي وقعدوا ما مشيوش، يبقى انا كده معناها ان الموقع بتاعي كويس. كونفرجن ريت بقى اف يو ار ويب سايت ايمز تو بيقول لك الموقع بتاعك بيهدف، كونفرجن ريت معناها ايه؟ معناها معدل الاستمرار. سيبك من الترجمه بتاعتها انت، ما تترجمش على جوجل لا، خليك فاكر ان معدل الاستمرار، انا الموقع مثلا بتاعي متجر هو بيع فيه حاجه، المعدل بتاعي اللي هو اليوزر دخل وكمل عمليه الشراء لحد ما شرى المنتج، دي اللي كويس. انا بقى بختبر الحته دي، اف يو ار ويب سايت ايم تو سيل سمثينج بيهدف ان هو يبيع حاجه معينه، معرفه ان الناس بتوعك ضغطوا على اللي ضغطوا عندك على المنتج ده واستمروا لحد ما اشتروا المنتج ده، دي مهمه عندك جدا. كان في شريط تو فير ذا بيبل فولوينج ثرو ويز ا سيل وانس دي لاند اون يور ويب سايت، بقول لك الناس مجرد ما دخلوا عندك الموقع بتاعك كملوا عمليه البيع والشراء دي لحد ما شرى المنتج، فده مهم عندك تمام. يعني كده عرفنا ان مين هنا اهم واحد فيهم الفيزيتور ترافيك، عرفنا ان هو جود انديكشن اوف سكسس تمام، عرفنا ان ده الترافيك سورس، سورس معناه مصدر، يبقى هم جايين منين. طب توب فيو عرفنا ان هي مهمه لمين؟ للبلوج تمام. بعد كده البوينت 3 عرفنا ان هي معدل بتاعي بتاع الذهاب، فعرفنا ان هي كل ما بتقل كل ما معناه ان الويب سايت بتاعي زي الفل تمام. بعد كده كونفرجن ريت اللي هو بتاعه البيع والشراء. بعد كده دخلنا على دايمنشن ان ويب كواليتي اللي هو بقى الاختبار بقى بتاع الكواليتي بتاعتي بتاع الموقع بتاعي،
كواليتي از اسينشال كاركتر، خاصيه مهمه جدا لنجاح الويب سايت بتاعي. تمام، يوزابيلتي ماتريسز ار امبورتنت ان اوردر تو برودكت ايزي تو يوز. يبقى اليوزابيلتي عندي ماتريسز دي اهم واحده في من اجل ان انا اشوف البرودكت بتاعي المنتج بتاعي سهوله استخدامه ازاي. ماشي، بقول لك لو السيستم بتاعي از يوزابل اللي هو مستخدم حلو وشغال في الناس بتستخدمه كويس، يبقى ده اتس ايزي تو ليرن هاو تو يوز از ات برودكتيفلي، يبقى انا هعرف ازاي بقى ان انا استخدمه واعمل منه انتاجيه. تمام، بقول لك بقى في دراسات عملت كتير لحد ما طلعنا في الاخر بحاجه اسمها الدبليو كي ام اللي هي ويب كواليتي موديل. ده بينقسم عندي 3 حاجات: ويب فيتشر ولايف سايكل بروسيس وكواليتي كاركترستكس. تمام، 3 حاجات دول هندرسهم بالتفصيل. ناخد اول واحد ويب فيتشر دايمنشن، اهي ويب فيتشر بينقسم عندي 3 حاجات: كونتنت ونافيجيشن اللي هي هايبر لينك وبرزنتيشن. عارف ان احنا خدناه قبل كده وزهقنا منهم، لكن انا بس نظره سريعه. كونتنت انكلود التكست والفيجر والايمج والفيديو والحاجات دي كلها، لكن الهايبر لينك احنا عرفنا ان هو اللينكات بتاعتنا يوزر اكواير مش عارف انفورميشن اللي هو المعلومات اللي هو عايزها فبيضغط على لينك لحد ما يروح لها. برزنتيشن اللي هو العرض، يبقى ريليتد تو ذا واي ويتش كونتنت نافيجيشن ار برزنتيشن برزنتد تو ذا يوزر، اللي هو معروض لليوزر عندي. تمام زي الفل. بعد كده دخل على تاني حاجه، ده لسه بيكمل، بقولك ان البرزنتيشن عندي والكونتنت دول اهم حاجتين عندي. البرزنتيشن والكونتنت ار كومبوننت ان ميكينج بيج ايزر تو يوز، اسهل يعني لازم الحاجتين دول يبقوا موجودين عشان الموقع بتاعي يبقى سهل الاستخدام. يبقى ايه هما اللي انهم البرزنتيشن والكونتنت، البرزنتيشن دي والكونتنت ده اي وسي، النافيجيشن ملهاش دعوه. ماشي، بقى تنزل بقولك اصلا البرزنتيشن لوحدها واخده نسبه 52%، فمعناه ان هي اهم حاجه. ماشي تمام. بعد كده كواليتي كاركترستكس دايمنشن، بيدخل على حاجه ثانيه اسمها، عملنا في حاجه اسمها بلاك كوينت 2 موديل. بيقول لك ده اتعمل، ده بيهتم بالانتاجيه وبينقسم عندي لست حاجات: ست هيراركال موديل، فيكس 6 بيزك كاركترستكس اللي هو الريابيليتي والفانكشناليتي والبورتابيليتي والافيشنسي والمينابيليتي واليوزابيليتي. اليوزابيليتي هنا اهم حاجه. تمام، احنا اليوزابيليتي عم نقول اليوزابيليتي اهم حاجه ان هي موجوده فعليا هنا اهم حاجه. ماشي، الفانكشناليتي بيعرض لي سيت اوف فانكشن، مجموعه فانكشن كده والخصائص بتاعتهم. لكن الريابيليتي اللي هي الكابابيليتي، فاكر الكابابيليتي معناها الاستفاده، الريابيليتي معناها الاستفاده من السوفت وير بتاعي. طب اليوزابيليتي قال لك ان دي الايفورت نيد فور يوز، قال لك اول ما اقول لك ايفورت نيد فور يوز تعرف ان هي يوزابيليتي. طب ايفورت في اصل في ايفورت نيد ثانيه طب هنا دلوقتي اللي هي ده، بص ايفورت نيد ايه يعني بتعلم كده بكلمه فور يوز يبقى يوزابيليتي، يوزابيليتي استخدام يبقى فور يوز. ماشي، ودي اهم واحده، اهم واحده اوعى تنسى. شايف معناها بالاحمر ازاي؟ اهي اهم واحده. طب الافشنسي اللي هي الكفاءه، ريليشن شيب دي العلاقه بين البرفورمانس الاداء والكميه اماونت اوف ريسورسز المصادر. طب المينتابيليتي اللي هو التعديلات، يبقى دي معناها موديفيكيشن. تمام، البورتابيليتي ابيليتي اوف سوفت وير تو بي ترانسفورمد فروم وان انفايرمنت تو انذر، اللي هي معدل ان انا عندي الموقع بتاعي اللي هو ممكن يشتغل من بيئه لبيئه ثانيه مختلفه. تمام، معدل النقل من بيئه لبيئه مختلفه، ده البورتابيليتي. بص موست اوف ماتريسز ار، ايه هو اليوزابيليتي ماتريسز ذا كونفيرمز اند يوزر فوكس. ماشي، most of matrices، ايه هو اكثر matrices؟ هي اليوزابيليتي. اليوزابيليتي ماشي، هيجي عليها سؤال، انا عمال اقول هي عشان يجي عليها سؤال وان شاء الله جه في البتر. ماشي، تعال نكمل. اللايف سايكل بروسيس دايمنشن، دايمنشن انكلود دايفيرس بروسيس اوف ذا ويب لايف سايكل، اللي هي طبعا كنت توز. احنا مكملين، بقول لك عندي 3 عمليات: ديفلوبمنت بروسيس واكسبلنتيشن بروسيس ومينتيننس بروسيس. تمام، اهم عمليتين عندي اللي هم يبقى هناخدهم بعد كده الاكسبلنتيشن والمينتيننس. تمام، ديفلوبمنت ما فيش تحتها حاجه، لان الشركات هيقول لك لان الشركات عندي بتعتمد ان هي بتعمل مشروع وترميه في السوق على طول، مش محتاجه ان هي تقعد تطور فيه وتعمل فيه حاجات، لا هي عايزه ترميه في المشروع في السوق على طول وبعد كده بقى عايزه تطور. ماشي، لكن اكسبلويتيشن بقول لك دي بيشمل عندي الاوبريتيف سبورت، اما المينتنس احنا عارفين المينتنس اللي هو التحسين، يبقى اكيد معناها الايفالويشن. ماشي، هنا اقول لك اهو الاكسبلويتيشن والمينتنس عندي دول اهم حاجه، ار اونز وذ موست ماتريسز، اكتر ماتريسز عندي الاكسبلويتيشن والمينتنس، لكن ديفلوبمنت لا. تمام، اهو ذا فاكت زيرو نوت ميني ماتريسز ديفايند فور، اهو عشان كده بقول لك الديفلوبمنت عندي مش متعرفه ان هي من ليه من اكثرهم ماتريسز. ليه؟ لان عندي بيجوز جيتنج زيرو سوفت وير ذا ماركت فيرست از ذا توب بريوريتي، ان الشركات عايزه المنتج بتاعها يتم طرحه في السوق، ده اهم حاجه دوينج بزنس عشان تعمل بزنس بتاعها اون ذا ويب. اند سو راذر ذان بدل من ان هي تطور السوفت وير فروم ريكويرمنت المطالبات بتاعته خلال يعني بالووتر فول، فكانت الووتر فول موديل يعني بدل ما هي تطور المنتج بتاعها بواسطه الووتر فول موديل، لا ده بترميه في السوق على طول. ويب ديفلوبمنت فيرمز تراي تو يوز رابيد ابلكيشن ديفلوبمنت ميثود اند كونتينوس بروتوتايبنج، لا هي عايزه ترميه الاول في السوق وتشغله وبعد كده بقى تبدا تعمل عليه تطويرات، يعني هي بدا قبل ما المفروض قبل ما تعمله قبل ما تنشره في السوق تطور، ولا هو بالنسبه لهم ديفلوبمنت على طول اعمل وارمي في السوق بعد كده بقى تطور براحتك. ماشي، رابيد ابلكيشن ديفلوبمنت. خليك فاكر المحاضره خلصت، هي خلصت بسرعه. تعال نشوف الاسئله كده.
بقول لك architecture دي اسئله على المحاضره اللي فاتت. architecture of application primarily influenced by functional quality technical. لو تفتكر المحاضره اللي فاتت بالظبط انا هفتكر لك النص كان شكله ازاي. كان موجود كده في اول حوالي اربع سطور كده، كان مكتوب functional ماشي، مكتوب quality ماشي، ونزلنا تحتها بسطرين على طول هنا مكتوب كلمه technical constraints. فاكر سطرتك التلاته دول معانا كده يبقى دي كده true ماشي. يبقى ال architecture data application primarily influenced by الاثنين دول، وبعد كده لك influenced by برضه by technical. وساعتها قلت لك ان وجهه نظر السوفت وير اركتكت مهمه جدا، فاكر الخبره بتاعته؟ فاكر ساعتها قلت لك يا رب بس كنت متذكرها ماشي. بقول لك اسهل طريقه لانتجريت هيتروجينيوس، فاكر برضو قلت لك هنا يقول لك ايه ريكريزم. فاكر ساعتها قلت لك ان الهيتروجينيوس اللي معناها حاجه وحشه اللي هي معناها غير متناسقه. انا قلت لك هل معناها ان احنا نحولها على طول هوموجينيوس ولا نعمل ايه؟ لا احنا بنجيب لاير بتربط الاثنين ببعض فعشان كده دي فولس ماشي تمام. بعد كده بقول لك ايه one of the advantage، واحده من ميزات conventional page هي اللي اوت والميكسد. لا احنا قلنا الميزات بتاع conventional هي واحده بس، فاكرها ايه بالظبط؟ اللي هي احنا قلنا ان هي السوفت وير ستاندرد اللي هي الحاجات البسيطه، فاكر الاد هوك فاكر. فالمفروض هنا مش conventional، احنا قلنا الدمج ده كان موجود عندنا في الثانيه اللي هي السي ام اس كونتنت مانجمنت سيستم. فاكر احنا الميزات والعيوب عندنا ايه؟ قلنا الميزات والعيوب اهي، ثانيه واحده اجيبها لك. قلنا سرعه وتحديثات وميزات متوسعه، سرعه وتحديثات وميزات متوسعه. لو تفتكر بقى ايه هي دي اس ام اس تمام، لكن هنا فوق كان في العيوب بتاع كونفنشنال مثلا، يعني كانت في العيوب في بتاع كونفنشنال ماشي. العيوب عندي كانت ايه؟ كديفلوبر اتش تي ام ال ميكسد، دي العيوب. فعشان فوق يقول لك المميزات، لا هي العيوب ماشي. يبقى هنا المفروض امسح الكلمه دي ما تروحش بالي بس كده اهي، وانا اعلمك على دي عشان برضه ما تنساهاش. واحدة من المميزات بتاعة الكونفنشنال بيقول لك هي الميكسد، لا ده غلط يا باشا، ده واحدة من العيوب ماشي. بعد كده بيقول لك السي ام اس انيبل تيم ممبر، احنا خدنا ان السي ام اس بتسمح ان عندي اي عضو من الفريق ممكن يضيف صور وممكن يضيف حاجات ودون اي خبرات برمجية ويضيفها بسهولة ويعدلها اونلاين، فاكر؟ عشان كده ترو. هكمل بقول لك طيب اوف انفراستراكشر انفولف لوكيشن ترانسبيرنس وير ريموت اوبجكت 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 اوبجكت. فاكر اوبجكت؟ يبقى ايه اللي فيها اوبجكت؟ هنا عندك دي او ام وفي في اس ام اللي هي الفكره دي بتاعت الفيجوال شيرد ميموري، ده بتاع الميموري بير تو بير. والاس او ام طبعا الاس او ام مالهاش علاقه بالاوبجكت، دي تبع الاورينتد. طب هنا الاو دي علاقه بتاع الاوبجكت اللي هي اسمها ديستريبيوتد اوبجكت، فعشان كده اخترنا اوبجكت عشان الاوبجكت. طب قلنا الميموري، قلنا دي انت بتشارك الميموري فعليا بدون فيزيكالي فاكر، وبير تو بير قلنا الاله الاجهزه بتاعتنا بنوصلها مع بعضها تمام بدون ما يبقى في حاجه بيبقى نفس الامكانيات تمام. وبعد كده سيرفيس اللي ميدل وير خدنا الميزه بتاعتها لوحدها كده على جنب ماشي. لكن عامه الاوبجكت يبقى اوبجكت وهتنسى. بيز اوف سوفت وير قال لك عندي بقى بيعمل تكامل او بيعمل كده علاقه كده او بيفصل بين مين ومين، بين الانسكيور والسكيور. فاكر قلنا الجدار في النص كده اللي هو بيعمل عندي تواصل بين الحاجات غير امنه والامانه، يبقى الفاير وول. فاير وول تمام زي الفل. بعد كده بقى بتاع المحاضره دي تمام، بقول لك في الويب سايت ماتريسز باوند سريت از جود انديكيشن. لا احنا لسه قايلينها، قلنا اول واحده هي الجود انديكيشن يا واحده الفيزيتور ترافيك، عشان كده دي فولس ماشي. ان ويب سايت ماتريسز فيزيتور ترافيك نمبر از جود انديكيشن، فعلا دي ترو تمام. بعد كده كاش فلوز انفستمنت، ده الجمله دي اصلا مش موجوده في المحاضره تمام، لكن انت بترجمتها بيقول لك كاش فلوز انفستمنت ان ذا بروجكت مانجمنت كان بي نيجاتيف. انا عندي مثلا في المشروع بتاعي في الاداره ممكن الربح هيبقى عندي بالسالب، ازاي اللي انا باخد خسران فكده معناها جت بالسالب، فدي ما قالك ترو. لكن هي لو جت في المحاضره مش هتلاقيها موجوده ماشي. بعد كده بيقول لك ويب نرسيس فوكس اون ديفرنت كواليتي كاركترستيك اوف ويب سايت كان كونفيوز رفض زي الاول. احنا قلنا اللي عندي المدرسيس بيركز على الحاجات اللي بتربك المستخدم اكتر ما بتفيده وبتساعده، فاكر احنا سالنا في المحاضره عشان كده دي ترو ماشي. بيقول لك ريليتد كواليتي كاركترستيك موست مدرسيس اه فانكشنال مدرسيس، احنا خدنا ايه اكترهم ايه الموست فاكر؟ افتكر اليوزابيلتي، الله عليك تمام عشان كده دي فولس ماشي. بعد كده بقول لك ايه؟ بقول لك ذا فيز يوزر انترفيس زي الجمله دي كلها. بص كده بقول لك بيبر احنا خدنا ايه البيبر وسيمبل انتراكتيف سكرين، قلنا ان هي مش معتمد على لوك ولا فيل ولا اي حاجه من الحاجات دي، بس بيبر ايه هي؟ حرف البي، يبقى ايه؟ بروتوتايب زي الفل. وبتاع المحاضره كلها خلصت الحمد لله وحلينا الاسئله اللي عليها، اتمنى تكونوا استفدتوا. ولو حد عايز ياخد سكرين من الكلمتين دول اللي هي ديفلوبر اتش تي ام ال ميكسد اللي هي بتاعت العيوب بتاعت الكونفنشنال، وهنا المميزات سواء التحديثات الميزات المتوسعه وبطيء ومحدود الغالي، دي الحاجات اللي هي العيوب تمام. اتمنى تكونوا استفدتوا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.